بعد دراسة أرى هذا يرد على السلفية في أمريكا ويلديهم ويرد السلفية في بريطانيا ويمشي مع زاهد. والآن مقاله هذا نشر في كل الخلفيين السلفيين. هذه قراءة تدل على أنه الأمر الرابع أو الخامس أنه أبى أن يتكلم في أبي الحسن بارك الله فيه. كيف يسهل عليه الطعن في السلفيين هنا وهناك ويصعب عليه أن يقول كلمة حق في أبي الحسن؟ بارك الله فيك. كتب على السلفيين في بريطانيا وعلى السلفيين في أمريكا ثم يعرض عليه أن يقول كلمة حق في أبي الحسن فيأبى. فكيف تسمح له نفسه أن يحارب السلفيين وتمنعه نفسه أن يقول كلمة الحق في أبي الحسن؟ كان سلفيا ما كان هذا حاله. خلاف هذا الرأي الجديد في المدينة من أناس مخدوعين بالباهل لا يعرفون حقيقة حاله.